بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اتكلمنا في المره السابقه عن ملكوت الله وكيف نصل اليه، ومن ضمن الايات بيقول بضيقات كثيره ينبغي ان ندخل ملكوت الله. هنا واحب ان اتكلم معكم في معنى الراحة والتعب في المسيحية. ما معنى الراحة والتعب؟ قيل في سفر التكوين ان الله استراح في اليوم السابع، واعطي للانسان ان هو يستريح يوما في الاسبوع هو يوم السبت. وفي نفس الوقت ظهر التعب في حياة الإنسان. قيل له ملعونة الأرض بسببك، بالتعب تأكل منها كل أيامك. ودخل التعب إلى حياة الإنسان ما كانش موجود قبل كده، واصبحت طبيعة الجسد ممكن ان تتعب وتحتاج الى راحة، واصبحت الراحة ليست فقط عقوبة او حكم الهي، وانما اصبحت ايضا وصية الهية ان الانسان لابد ان يستريح. او كما قال البعض ان الله الذي خلق هذا الجسد يعرف تماما طبيعة هذا الجسد، ويعرف انه يحتاج الى راحة، ولذلك اعطاه راحة معينة كل يوم في النوم وفي الاسترخاء، وراحة اسبوعية كل اسبوع. وهذه الوصية الالهية نفذتها جميع الدول على اختلاف مناهجها السياسية، فاصبحت تعطي كل شخص يوما في الاسبوع للراحة. وبعض الهيئات تعطي يومين في الاسبوع للراحة، يوم للراحة واليوم الثاني يسموه شوبينج يعني بضع من الدكاكين، يعني على اعتبار انه بيشتغل طول الاسبوع، ويوم من الاسبوع يروح يجيب احتياجاته، واليوم الثاني يستريح يبقى راحة فعلا. ولكن هذا عن الراحة الجسدية، ولكن الراحة لها ايضا معنى روحي ومعنى لاهوتي لازم نفهمه. ايه هي الراحة؟ الراحة انواع: راحة الجسد، وراحة الفكر، وراحة النفس، وراحة الروح. في انسان بيريح جسده ويتعب روحه، وفي انسان بيريح نفسه ويريح فكره ويتعب روحه، وفي انسان بيريح روحه ولو يتعب جسده وفكره. وراحة الروح هي الأهم في المسيحية. يعني مثلا إذا أنت أخطأ ممكن تفكر في خطيئتك، تحاسب نفسك،
تبكت نفسك تبكيتا شديدا، تبكي امام الله بدموع على خطيتك، في كل هذا بتتعب نفسك لكن روحك بتستريح. يعني لما داود بيقول في كل ليلة أعوم سريري وبدموعي أبل فراشي، طبعا نفسه بتتعب وفي صراخ إلى الله: يا رب لا تبكتني بغضبك ولا تؤدبني بسخطك، ارحمني يا رب فإني ضعيف، اشفيني فإن عظامي قد اضطربت ونفسي قد انزعجت جدا. النفس بتتعب في التوبة ولكن الروح بتستريح. في فرق بين النفس والروح. النفس بتتعب في التوبة، في انسحاق النفس، في تأنيب الضمير، ولكن الروح بتستريح. هناك نوع من السلام الزائف، سلام زائف، واحد يريح نفسه ويفتكر انه في سلام ولكن روحه لا تكون مستريحة. الله اوجد تأنيب الضمير الذي يتعب النفس وقد يتعب الفكر ايضا، ولكنه يريح الروح، لان راحة الروح هي الاساس. ما اسهل اني اقول انا مالي بخطاياي القديمة ومالي افكر فيها، وليه ابكت نفسي وشلها المسيح وكفاية. صحيح ممكن اريح نفسي لكن روحي لا تستريح. هناك اشخاص وصلوا في تبكيت نفوسهم على خطاياهم الى مرحلة البكاء وصرير الاسنان على الارض، البكاء وصرير الاسنان بيتعب لكن روحه بتستريح. احنا ساعات بالنسبة للمرضى بنريح نفوسهم ونتعب ارواحهم. نريح نفوسهم بسلسلة من الاكاذيب عن ان المرض بسيط ومش خطير وملهوش قيمة فلا يستعدون للأبدية. بنريح نفسهم ونتعب أرواحهم، بينما جايز الواحد يتعب شوية ويقوده التعب إلى التوبة ويكون في حالة مستعدة. الإنسان اللي بيحكم عليه بالإعدام وبيواجه بالحكم نفسيته بتتعب لأنه هيموت، ولكن إذا افتقده أحد الآباء الكهنة وريح ضميره بأن التوبة بتاعته قبلت، راحة الروح تعطي راحة للنفس، أو على الأقل المسألة تخف فلا يقابلها بنفس الألم، ويكون مستعد للأبدية. الشهداء من أجل راحة أرواحهم في مقابلة الله ما كانوا يشعرون بتعب في النفس ولا بألم، لأن راحة الروح غطت على مسألة النفس وأصبح مفيش تعب. حكاية الراحة في يوم السبت الذي يظنه البعض يوم راحة، او كان يفتكر اليهود ان عبارة عمل من الاعمال لا تعمل فيه يعني راحة مطلقة، انا افتكر ان الاية حفظت خطأ من كثير من الناس. الآية ما قالتش استرح في يوم السبت، وإنما الآية قالت اذكر يوم السبت لتقدسه
عملا من الأعمال لا تعمل فيه. وعبارة اذكر يوم السبت لتقدسه لها معنى ثاني. يعني ايه تقدسه؟ تقدسه يعني تخصصه لربنا، تقدسه يعني تخصصه لربنا. كلمة تقديس يعني تخصيص. لما يقول قدس لي كل بكر كل فاتح رحم يعني خصصه لي، ده بقى بتاع ربنا، انه لي بقى بتاع ربنا. لما المسيح يقول من اجلهم اقدس انا ذاتي، معناها من اجلهم اخصص انا ذاتي. فاذكر يوم السبت لتقدسه يعني تخليه مخصص لربنا فيصير مقدسا، يعني يصير يوما روحيا مباركا. وجايز جسدك يتعب فيه، تحضر القداس لحد الظهر وانت صايم، وتخرج من المناولة يمكن تستعد للخدمة، وبعدين تروح افتقاد، وبعدين تخدم، وبعدين تحضر اجتماع خدان، وبعض امور تانية، ويمكن اليوم كله يستغل في ربنا، ويمكن الجسد ما خدش راحة، ولكن روحك تستريح فيه. يعني مش معناها يوم تقديس يوم للرب يعني يصير يوما للكسل والتراخي وعدم العمل. اليهود افتكروه كده، فكان كل عمل خير يعمله المسيح يقولوا ده كسر للسبت، لانهم افتكروه مجرد راحة، هما مش فاهمين الوصية. بس عملا من الاعمال لا تعمل فيه يعني عمل من الاعمال العالمية، من اعمال الجسد، لكن ما قالش الاعمال الروحية لا تعمل فيه. والا لو ذهبوا الى المجامع في يوم سبت وقرأوا الكتاب في يوم سبت كما كان طقسهم، ان موسى له من يقرأ في كل سبت، يبقى عمل من الاعمال، لان القراءة عمل، والذهاب الى المجمع عمل، والرجوع من المجمع عمل الى اخر. لكن راحة روحية وليست راحة جسدية. ومن هنا كان هناك نوع من التعب المقدس، كان هناك نوع من التعب المقدس اللي هو انك انت تتعب من اجل الله وتتعب من اجل الناس، تعب مقدس. تتعب من اجل الناس في ارضاء الناس، لان في ناس لا تستطيع ارضاءهم الا بالتعب، وتتعب في مصالحة الناس، وفي ناس لا تصالحهم الا بالتعب، وتتعب في احتمال الناس، وفي ناس يحتاج احتمالهم الى تعب. تتعب في تحويل الخد الاخر، تتعب في انك تمشي الميل الثاني، تتعب في انك تشتم فتبارك كما قال الرسول، وتتعب في انك تحتمل الظلم والتعيير. طوبى لكم اذا اضطهدوكم وطردوكم. اذا تتعب من اجل الناس، وتتعب ايضا في خدمة الناس، في افتقاد الناس، في جذب الناس الى المسيح،
في تحويل الناس الى التوبة، في انقاذ الناس من الهلاك، في خدمة الناس عموما تعب، ولكنه يؤدي الى راحة، راحة الضمير من الداخل، راحة القلب الذي يفرح بخلاص الآخرين، راحة الروح في عمل الله. ده تعب، تعب مقدس، تعب في الخدمة. لما داود النبي يقول إني لا أدخل إلى مسكن بيتي ولا أصعد على سرير فراشي ولا أعطي لعيني نوما ولا لأكفاني نعاسا ولا راحة لصدغي إلى أن أجد موضعا للرب ومسكنا لإله يعقوب، بمعناها إنه يتعب ويحتمل من أجل أن يجد موضعا للرب. لما بولس الرسول يتكلم عن هذا التعب في أسهار في أصوام في أسفار مرارا عديدة، في أخطار في البحر في البر، في أخطار من أخوة كذبة، في ضرورات في مشقات في أصوام في أسفار في تعب في ضرورات، كل هذه من أجل الخدمة، تعب في الجسد ولكن راحة في الروح من الداخل. ما هي الراحة وما هو التعب؟ قد يكون التعب لونا من الراحة، وقد تكون الراحة لونا من التعب. قد يكون تعب الجسد راحة للروح، وقد تكون راحة الجسد تعبا للروح من الداخل. اذا لازم تفهم ما هي الراحة وما هو التعب. الراحة هي الراحة المقدسة، والتعب هو التعب المقدس. الانسان في الارض بيتعب من اجل ربنا، من اجل الانجيل، من اجل الوصية، من اجل الكرازة، من اجل الخدمة، وتعبه محفوظ عند الله. على قدر امكانكم اتعبوا من اجل الرب، والراحة ليس موضعها هنا، الراحة هناك. الراحة الحقيقية هي ساعة الموت. أخذ الراحة من التعب الجزاني، حيث يقول الكتاب يستريحون من أتعابهم وأعمالهم تتبعهم. ولذلك عندما ينتقل الإنسان نقول إنه تنيح، بمعنى استراح، استراح من التعب وذهب إلى المكان الذي لا تعب فيه، الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنفس. أما هنا على الأرض فاتعبوا على قدر ما تستطيعون أو على قدر ما تحتمل بشريتكم الضعيفة. وفي آيات جميلة في هذا التعب بتقول كل واحد ينال أجرته بحسب تعبه.
قالها بولس الرسول عن تعبه هو وزميله سيلا في الخدمة، هو وأقولس أيضا. كل واحد ينال أجرته بحسب تعبه. وآية جميلة أخرى تقول: عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. يا ريت تحفظوا الآيات بتاعت التعب دي. كل واحد ينال أجرته بحسب تعبه. آية سهلة في الحفظ. عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. هذه آية تانية سهلة في الحفظ. الله لا ينسى تعب المحبة. هذه آية ثالثة سهلة. الله لا ينسى تعب المحبة. تعبكم ليس باطلا لأنه تعب روحي مقدس، وليس باطلا لأنه له مكافأته، ولأن كل إنسان بيأخذ أجرته بحسب تعبه. والله لا ينسى تعب المحبة، لأن مفروض أن التعب يكون تعب روحي ومقدس، ويكون تعب مملوء بالمحبة، مش مجرد تعب وبس، تعب مملوء بالمحبة. لأن الكتاب بيقول لتصر كل أموركم في محبة. فممكن تحتمل إنسان وتتعب، لكن إذا احتملته وقلبك بيغلي من جوه يبقى مش تعب فيه محبة، جاي التعب فيه غير، وجاي التعب من أجل الاحتمال من الخارج فقط، ولكن من الداخل القلب مش مظبوط. وجاي تتعب في الخدمة كناحية من نواحي النشاط، وبعد ما ترجع بيتك ولا تقعد مع الخدام يقولوا لك ايه عملت ايه النهاردة، قول لهم دخت وتعبت، شعب صلب الرقبة. يا سلام، دخت مع ناس لما طلحتهم رؤسهم نشفة زي كذا، وتقعد تشتم في الناس. طب يا حبيبي هو ده تعب محبة ولا ده تعب شتينة ولا ايه الحكاية معاك؟ الله لا ينسى تعب المحبة. يعني تتعب وانت بتحب الله وانت بتحب الناس. وفي التعب ايضا من اجل الناس، اجعل هذه القاعدة امامك باستمرار واحفظها واجعلها مبدأ من مبادئك. لا تكن راحتك مبنية على تعب الآخرين. لا تكن راحتك مبنية على تعب الآخرين. تقدر تستريح وانت بتتعب غيرك. تقدر تستريح وانت بتتعب غيرك. وفي هذا الوقت تكون بتحب نفسك مش بتحب غيرك. زي الولد اللي طالب اباه او ولي امره باي طريقة بما هو فوق طاقته، عايز لازم ينفذ رغبته ولو ابوه تعب، ولو كانت مصروفات البيت لا تكفي، لكن راحته على تعب الآخرين. زي الإنسان اللي يعمل فرح مثلا وليلة وسهرة وميكروفونات ويعمل ضجيج في الشارع كله وهو مبسوط وانبساطه على تعب الآخرين، إن الضجيج ده مدوخهم ومعطل وقتهم. آه
زي الموظف اللي يجيله أوراق ويركنها باليوم واليومين والثلاثة يقول لما أفضى ويكون راحة على تعب الآخرين، والآخرين تعبانين لأن أمورهم متعطلة. لا تكن راحتك على تعب الآخرين، اجعل الآخرين أمامك وراحتهم راحة مقدسة، تبذل نفسك من أجلهم. زي واحد يروح لواحد تاني ويكون في منتهى التعب، في منتهى التعب، ويطلب منه طلب، يقول لي يا حبيبي انا مشغول دلوقتي او تعبان مش قادر، يقول لي انا عارف انك تعبان لكن معلش 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 بقى، طب ما تعبان يقول لي معلش 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 معلش. دي عملت ايه؟ هو عايز يستريح ولو غيره تعب، عايز يستريح ولو غيره تعب. الانسان يمر على واحد يقول له لازم تروح امام تروح معايا المشوار ده، طب ما عنديش وقت ما عنديش جهد، لا لازم تخرج معايا، وعشان يستريح لازم يتعب غيره. او زي الناس اللي يقولنا من امريكا او من اوروبا او من اي بلد اخرى ولازم يتجوز في الصيام، يا ابني مش صح، قوانين الكنيسة لا تسمح، مش ممكن ابدا، ما عنديش غير الاجازة، مش ممكن ابدا، ده مش امك يا ابني ما يصحش، انت بتطلب كسر القوانين، ما اقدرش، امال اعمل ايه، امال اروح ايه، ما عنديش غير اليومين دول هسافر اسوي. وضغطات ضغطات ضغطات وتحديد بانه يتجوز عند البروتستانت، يتجوز في يوثق مدني، يوثق شهر عقاري، مش عارف يتجوز في مش عارف فين، لدرجة قلت لبعض الناس انتوا بالضغط المستمر بتاعكم ده جاي تاخدوا موافقة الكنيسة لكن ما تاخدوش بركة الكنيسة. معلش 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 مرر دي كلمة معلش دي يا ما بيلجأ اليها انسان يجعل راحته على تعب الآخرين أو راحته على كسر القوانين، أو أي إنسان يطلب راحته بجعل نفسه استثناء، أنا حالة خاصة، أنا مستثنى. ليه يا حبيبي؟ لا 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 لا، أنا ظروفي غير ظروف الناس كلها. وما أكثر الناس الذين يطلبون معاملة خاصة بنوع من التدليل جايز يتعب الآخرين. أو تلاقي شيء معلن أنه مرفوض وبكل جرأة الإنسان يتقدم نحو الشيء المرفوض يقول معلش عشان خاطري ألغي هذا الرفض. ليه؟ أنا حالة خاصة، انا لي عندك محبة خاصة. طب وبقية الناس منهمش محبة؟ لا تجعل راحتك على تعب الاخرين، لا تجعل راحتك على تعب الاخرين، لا تلح على اشخاص في وقت تعبهم، لا تزر اشخاصا في وقت راحتهم. ده في انسان يقولوا له فلان عيان فيروح عنده في المستشفى او في بيته وهو رائد ويقعد معاه ويحكي له حاجات تتعبه، او يطلب منه طلبات تتعبه، لكن ده عيان ولا مش عيان امر ما يهموش. تيجي المستشفيات بالامر تقول ممنوع الزيارة عشان نريح المريض، لأنهم يعرفون أن الزوار يتعبونه. ولماذا يتعبونه؟ الأم التي تجعل راحتها على تعب أولادها، ابنها عايز يتكرس لا ما يتكرس، ابنها عايز يترهبن لا ما يترهبنش،
ابنها عايز يبقى قسيس، لا ما يبقاش. ليه؟ عشان انا استريح لكده. انت تستريح وابنك يتعب؟ معلش. وراح على تعب الاخرين. او انسان يكون هيتكرس لربنا وتقف قصاد مراته. ليه؟ راحتها انه ما يبقاش قسيس. طب وهو رغباته يبقى كده؟ ما يهمش رغباته، المهم ان انا استريح. راح على تعب الاخرين. فكروا في حياتكم باستمرار، هل راحتكم تتعب غيركم؟ هل راحتكم تتعب غيركم؟ زي الزوجة والحمى اللي يجعلوا الرجل في البيت في غاية التعب، يرضي الواحدة فيتعب الاخرى. طب هو عايز يرضي الاثنين مش قادر، فراحتهم تكون سبب لتعب الرجل وما يهمهمش، يهمهم انهم يستريحوا ولو تعب الراجل. او اللي بيتجوزوا جواز بدل، الاخ تعب مع مراته فلازم اخته تترك جزء. طب يا ابني تتركه ليه وعايشين؟ زي ما انا تركت هي تترك، ويبقى راحته على تعب الاخرين. ليه الناس يجعلوا راحتهم على تعب الاخرين؟ حاولوا ان تتعبوا من اجل غيركم، وثقوا ان الله لا ينسى تعب المحبة. الله الذي لا ينسى كوب ماء بارد لا يمكن ان ينسى تعبكم من اجله. قيل عن احد القديسين انه كان بيتعب من اجل الرهبان ويملى لهم ميه ويوصلها لاليهم. وبعدين في مره وهو ماشي سمع صوت واحد وراه بص، لقى ملاك ماشي وراه وفي ايده ورقه وقلم. قال له بتعمل ايه؟ قال له انا بحسب كل خطوه انت بتخطوها علشان تاخد اجرها عند الله. كل خطوة ليها حساب عند ربنا، ليها اجرها. ما تفتكروش ان ربنا بينسى تعب الناس ابدا. الله لا ينسى اطلاقا تعب المحبة. هناك نوع من التعب ايضا، تعب النسك. تعب النسك كالإنسان الذي يتعب في الصوم، يتعب في السهر، يتعب في الصلاة، يتعب في مجاهدة الجسد من أجل الله. من أجمل الكلمات تلك العبارة التي قالها الرب للقديس الأنبا بولا الصموهي. قال له كفاك تعبا يا حبيبي بولا، كفاك تعبا يا حبيبي بولا. تصوروا ربنا يجي الانسان يقول له كفايه عليك التعب ده، كفاك تعبا يا حبيبي بولا. كثير من الناس ما زالوا يتعبون من اجل الله، وربنا يرضيهم ويعزيهم في اتعابهم، واحيانا يخفف هذا التعب ويعطيهم راحة من عنده. تأكدوا ان راحة الروح بتخفف على الجسد. حتى اطباء القلب بيقولوا كده، بيقولوا في فرق كبير بين الانسان اللي يبذل مجهود جسداني مرهق وهو مستريح نفسيا، والانسان اللي بيبذل مجهود جسداني كبير وهو تعبان. ولذلك العمل اللي انت بتعمله بلذة او بتعمله بفرح لا يتعب جسدك ولا يرهق قلبك، لان فرح القلب وفرح النفس
وراحة الروح وراحة الضمير كلها بتخفف تعب الجسد. دي الراحة والتعب، ان راحة الروح بتشيل الجسد وتنقذه. الراحة الحقيقية هي الراحة في الرب. يعني انسان يجد راحته في الرب، زي ما قال القديس أغسطينوس ان سيظل قلبي مضطربا الى ان يجد راحته فيك. الانسان القديس لا يجد راحته في امور العالم، لان كل امور العالم لا تشبعه، كل امور العالم لا تشبعه، وانما راحته الحقيقية يجدها في الله، زي ما قال بولس الرسول: خسرت كل الاشياء وانا احسبها نفاية لكي اربح المسيح واوجد فيه. هذا هو العزاء الداخلي الذي يأخذه الانسان من الروح. ولذلك قيل عن الروح القدس انه الروح المعزي. يعني الروح المعزي اللي بيريح نفوس الناس من جوه، بيريحهم من جوه، راحة روحية، راحة قلبية من عند ربنا. لذلك ان تأتي في العالم وما لقيتش حد يريح، قل له: راحتي يا رب من عندك وراحتي هي فيك، ولا اريد راحة سوى محبتك، وان لم اجد راحة على الارض فراحتي في ابديتك. هذه هي الراحة الحقيقية. وثق ان الميزان متعادل، ما لا تأخذه على الارض تأخذه فوق في السماء، ولا يمكن ابدا انك انت تنقص شيء، اللي تنقصه على الارض هتاخده فوق. ولهذا كان كثيرون لا يريدون اطلاقا ان ينالوا راحة على الارض، يقول: انا مش عايز الراحة اللي على الارض، انا عايز الراحة بتاعتي فوق، انا عايز الراحة بتاعتي فوق. اذا كان صحيح كل انسان بياخذ اجرته حسب تعبه، ده انا لازم اتعب بكل جهدي على الارض ولا اعطي لعيني نوما ولا لاكفاني نعاسا، استريح هناك بدل ما استريح هنا. فليعطينا الرب هذه الراحة. له المجد الدائم الى الابد، امين.